السلام عليكم ومرحبا بكم عاوتاني في فيديو جديد وفلوق جديد معنا عاوتاني حمزه واحد لك الكلمه. السلام عليكم، معكم السي حمزه والسي الياس. شكرا. اليوم عاوتاني غادي ندير لكم واحد الفلوق اللي غيكون ناضي ناضي كنادي. اخر تحدي راه ربحني فيه حمزه ديال الحار. دابا قلت لي نديرو تحت ديال المناضه ما بغاش، راه تخلع تزريت صراحه. شوف لا لا ما تزريت، انت عندك مع الحار ولكن انا ماش عندي مع المناضة. اش كندير المناضة؟ كتهردها. المهم ما علينا، غادي نضربوا لكم عاوتاني شي فلوك ناضي. ما يلا خليكم معنا تفرجوا في شي كله. المهم هاد الباريزيان هادي خديناها من الرحمة بدرهم، سخونة وزوينة. وهاد الخبيزات بجوج دراهم. هادو باش نتعشاو. احنا راه مقدين مدين تقديا مدين كل شيء. مناضة. مدين ومدين حمزة. حمزة. يلا. قول لهم كي غيدوز اليوم ناضي. شوفوا 2000 ان شاء الله. شي الفيديو اللي قبل من هذا ضربنا فيه 1000، دابا 2000 ان شاء الله. قول لهم يهبطوا يتابونا، هبطوا تابونا، واللي ما تابوناش الله ينعل بيض حياتهم. احنا دابا دخلنا للدار. حمزه عيتي؟ عيت اخويا عيت. يلا شي فري ستايل اخويا على هذا الشيء. شي فري ستايل سير. يا هي شي فري ستايل. يلا بيلي الله والله يلا بالي تسنى صاحبي قبل لا ننسى. الحياة مرة تعطيك مرة تخليك، مرة تعيش في قصر مرة سقطك تحيدو ليك. المهم دابا غادي نمشيو غادي نخرجو نجيبو انا وحمزة فرماجة. فرماجة الدري اللي معانا يونس راه جاب فرماجة ديالو. عنصري والله. ما كيبغيش انا الخير. عنصري جاب فرماجة ديالو، غنهبط نجيبو فرماجة. فرماجة وغادي نجيب ستيلو. صافي ستيلو باش نلعبو خضر وفواكه. فين غادي يا حمزه؟ حنا غادي دابا نمشيو نسخري، نجيبو شويه الفرماجات وبينات وديسير. ها علاش خرجنا تسخرنا على جوج فرماجات وستيلو. اجمل اشي راه يضرك اصاحبي. كبيره هو مغربي بي بي وطنو والله باش ما نكذبش عليك. لا كبير والله، شك بيضاء والله تاع بلا والو. الله يسهل عليك. المستقبل العالم. اطفال، انا اطفال اللي نزوم هذه حيده ما تاكل. حمزة حمزة حل فمك. اوكي نايس نايس ميت يو. احنا عاوتاني جينا لكم من بعد الشطيحة اللي شفتو هي معانا تاع حمزة ان شاء الله. المهم دابا اش غادي نديرو؟ حمزة غادي نصيبو شي كرنيلة. الكرنيلة ناضية كنادية. انتم تشوفو معانا كلشي من حدا خطاق على هاد الكرنيلة. هذا شي فريستايل دغيا دغيا ديال شي فريستايل. او كيما كتشوفو معانا الياس كيوجد العشاء. كتقطع الياس؟ كنقطعو البصل اخويا. البصل البصل حيت اخويا حيت اللحم اخويا كيبغي البصله. ها هي حنا دابا درنا بصيله مع اللحيمات. يا جي شي قويميله شي قويميله ناضيه الياس. طبيعي الحال اش عارف عليها حمزه طيام. اوكي ها هما كيما كتشوفوا مناضه مناضه ايس.
جليبينات جليبينات رجعوا من الدار شافروا من فوق الواليد انا كنتي كتشوفيني هاد الجلبانه راه ديتها لك من البيت وهاد الحامضه راه يدك فيها الواليد السلام عليكم اخوان كما كتشوفوا معنا السي الياس كيوجه جديد المسائل اخي الواليد هاد الحوايج مدار وهذا رديتها لك من الفريكو هانيه والوالده واحد المفاجاه عاوتاني واحد الجليبينه لما لقيتيهاش بالفريكو رديتها الوالده واحد الحيمات ها ما فين كيطيبوا في خاطرك ديال الوالده ها هو السي الياس واحد كي جاك الفلو وايش انا هادي يطلع ماضي كان هادي كما كتشوفوا السيونس المناجر ديالنا جاب لنا العطريه شو العطريه هو ودي ما شو ساشي ديال الدرهم شحال كي درت زيت درهم لا القرع جوج درهم كما هو السي الياس دابا غادي غادي نديرو خيط يتقلى مع اللحم اللحم ليه زيت لك من الفريكو الواليده اللي كنا اليوم دايرين هكذا هاني هاني بيس ايا تويمه ضروريه مو طايشه باش تبني لينا شني كتبالا الياس شني كتعمل كطيب البيضه كطيب الجلبان ايما الحبيبه الجلبان راه حيدتو ليك من البنادريه المريقه لما طلعتش مزيانه غادي نعرفوا الياس ما مازون فري ما توزع دابا شادير نخلطو غير هادشي حيت خاصو يتقلى لينا شويه من الحم اللحم خاصو يتقلى شويه كما كتشوفوا واش كي بداش كتدخل معاه الطياب كنشكرك بدا السي حمزه على هاد الحيمات اللي شفرتي يا دابا القويميله ديالنا درنا ليها العطريه ودرنا ليها كلشي وخليناها هنايا كتقلى البصله خيزه ومع الثومه الربيع والحيمات واو اخونا حمزه وتفضوا يا ديما هو فار الحاجه ديما شوف احسن حركه واه شكرا هاي دابا القوميله ديال الناس دفاش اللبان والبطاطا غنخليوها طيب غنعطيوها واحد 25 حتى نص ساعه ديال الطياب ونرجعوا لها ان شاء الله حمزه هل انت حزين يام انا سيد ايام سيد المهم دابا غادي نتعشاو ان شاء الله ونلعبوا شويه ياك حمزه نوريهم العشي ونضربوا لهم شي سينما شوف شوف شي واعر شوف هاد ايس شارينا ب 300 درهم غالي راه غالي دابا قول لهم حق درت واحد النهار الاشهار للبيبسي شويه درتو الكوكا دابا الايس ولا شوف هي الصراحه شوف من الاخر اشهار شنو احسن مناضه حمزه انا بالنسبه لي احسن مناضه هي هاواي ولكن الصراحه المناضه هي بيبسي اخو شوف هادي ديال 300 درهم زوينه وينش نقولوا 6 درهم يلا نوريهم دابا واحد السينيماتيك في الدريف على العشاء يلا واحد جوج ثلاثة ناضي كناضي صح ولكن نقصان مليحة تعشينا وسالينا دابا الحمد لله حمزة يجيك داك الشي بنين ناضي كناضي لا شوف الصراحة الشي ما عندي ما نقول تبارك الله على السي الياس الله يحفظك اخويا حمزة الله يكبر بيك غدا ان شاء الله شنو غندير غدا ان شاء الله غادي نمشيو عاوتاني نشفروا الحيمات داك
يلا غيكون هذا هو الاخر ديال الفيديو. تشلاو ليا فراسكم وكما ديما جيم شي كومونتير اللي ما مابونيش يهبط دابا يتابونا. يلا حمزه لك الكلمه بارطاج و كنتمنى لكم